وزارة التجارة والصناعة ليها قرار شديد الأهمية أصدرته معالي الوزيرة نيفين جامع. القرار بإلزام المنتج والمستورد بإيه بقى؟ بإنه المنتج يبقى متفق مع أو متطابق مع المواصفة القياسية المصرية الخاصة بمركبات الطرق، يعني إن أنتجت هذه المركبة أو استوردتها عليها أن تكون متطابقة بالمواصفة المصرية رقم 33-68. طيب إيه هي هذه المواصفة؟ ده اللي احنا عاوزين نعرفه ونعرف أهمية هذا القرار بالمناسبة ويبقى قابل للتطبيق من تاريخ إمتى. معانا على التليفون معالي الوزيرة دكتور نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة. أهلا بحضرتك يا معالي الوزيرة. اهلا بيك يا فندم. ازاي صحة حضرتك؟ يا رب تكوني بخير يا فندم. وحضرتك بالصحه والسلامه يا فندم. الاول ايه هي المواصفه القياسيه المصريه 33-68؟ المواصفه القياسيه دي مواصفه تم اصدارها من خلال هيئه المواصفات والجوده، ودي بناء على يعني زي ما تقول مرئيات كثيره علشان نقدر نصل الى مواصفه معتمده يتم إلزام بيها كل مستوردي ومنتجي المركبات. وإحنا حريصنا منذ يعني إحنا منذ فترة طويلة حريصين تمام الحرص على إن إحنا كل المنتجات اللي تدخل السوق المصري تكون ليها مواصفات ومواصفات معتمدة. عظيم. وده بيتفق معانا كل ده برضو. ما انا ليه بنقول كده؟ بنقول كده عشان احنا حريصين لجوده المنتج اللي يكون موجود. انا المنتج اللي عندي خلينا اتفق معاك ان من حق المواطن المصري ان المنتج اللي يكون بيتم اتاحته ليه ايا كان، سواء بقى بتكلم في مركبات، بتكلم في السلع الاستهلاكيه، بتكلم في اي نوع من انواع المنتجات، لازم يكون يتمتع بالجودة والمواصفات المعتمدة. عظيم. والمنهج ده احنا الحمد لله بننتهجه كوزارة التجارة والصناعة، وابتدينا ننسق فيه بشكل دائم ومستمر مع منظومة التسجيل المسبق للشركات اللي بتشتغل عليه وزارة المالية، اللي هي منظومة نافذة او الاي تي اي، علشان فعلا لازم نصل بمستوى نضمن جودة المنتج، سواء منتج مستورد او طبعا منتج يكون منتج محلي. هذه المواصفة يا فندم مواصفات جودة فقط ولا جودة وامن وسلامة؟ كل حاجة. كله. هل هي قريبة من المواصفات الأوروبية؟ حضرتك بص انا هقول لك حاجة، احنا في مواصفات أوروبية وفي مواصفات أمريكية وفي مواصفات أصلا الاتحاد الأوروبي. احنا عندنا في هيئة المواصفات والجودة معايير لكل مواصفة وبيتم احتياحها واعتمادها، وبناء عليه بطلع المواصفة المصرية بما تتفق مع المعايير المتفق عليها، طبعا المعايير المصرية والمعايير الدولية. عظيم جدا. طيب القرار ده يصبح فاعل من تاريخ امتى يا فندم؟ من تاريخه ولا لسه قدام؟ لا من تاريخه حضرتك. هناك بعض القرارات انا بطلعها بدي فيها فتره توفيق اوضاع. أيوه. يعني ندي فتره 3 شهور 6 شهور وفقا لنوع المنتج، وفي حضرتك قرارات بنكون طلعتها نتيجه ابحاث ودراسات منذ فتره فبتكون سريعه منذ تاريخ تطبيقها. طيب انا اتفضل. لا لا يا فندم كملي يا فندم. لا العفو يا فندم. لا انا كنت عايزه برضو انوه لحاجه. اتفضلي. احنا يعني في الفترة الأخيرة طبعا حضرتك لاحظت إن احنا كنا في نوع من الحوكمة لوارداتنا بشكل عام. طبعا. من أكثر من شق، أولا لازم يكون المنتج المستورد متوافق مع المواصفات المعتمدة أيا كان نوع المواصفة، مواصفة أوروبية، مواصفة أمريكية، مواصفة وفقا للمواصفة المعتمدة يعني. وفي نفس الوقت بنحاول ان احنا نعمل نوع حوكمه من الواردات كنوع من تعميق لمنتج محلي. كويس. يعني ايه تعميق منتج محلي؟ يعني انا اشوف انا محتاجه ايه من بره، هل اللي انا محتاجاه من بره ده انا عندي القدره ان انا اصنعه؟ والحمد لله ان احنا عندنا القدره على التصنيع، وعندنا كل جهات الدوله وعلى راسها فخامه الرئيس بيدعم توطين الصناعه المصريه. مجال
حياة كريمة فتح قدامنا متسع لتعميق صناعات وزيادة طاقات إنتاجية احنا في اشد الاحتياج ليها. ابتدينا ان احنا يعني احتياجنا لهذه المنتجات بشكل اكبر، بنتجها بشكل محلي ولكن ما بقدرش اغطي الفجوه بالكامل، وبالتالي بضطر لاستيراد بعضها من الخارج. فده خلاني اتجه ان انا ابتدي ازود الطاقات الانتاجيه عندي للمصانع عشان اعمق المنتج المحلي بتاعي وازود نسبه هذا المكون. فاللي اقصده ان احنا في جميع الاحوال موضوع مواصفات والجوده ده يعني مش هقول شيء هام، ده شيء اساسي على فكره، ده بالنسبه لي شيء اساسي ومنهج احنا بنشتغل عليه. وفي نفس الوقت بنحاول ان احنا هذه المواصفات يبقى لدينا المواصفه المصريه المعتمده اللي يتميز بيها المنتج المصري. والله يا فندم حضرتك أدرى مني برضو، إحنا في عندنا مصنع لسيارات أوروبية شهيرة، يعني في مكون بيعمله المصنع ده هنا في مصر وبيرجع يتصدر لأوروبا وألمانيا مرة تانية، يعني طبعا فإحنا طبعا عندنا طبعا هذه القدرة فعلا، عندنا إيد عاملة مدربة على أعلى مستوى قادرة على ذلك. بص أنا هقول لحضرتك حاجة، إحنا امبارح كنا متشرفين بعقد المجموعة الاقتصادية مع فخامة الرئيس. امبارح كل توجيهاته من خلال العرض اللي تفضل بيه دولة رئيس مجلس الوزراء لتوجهاتنا في الخطة المستقبلية لتعميق الصناعة والاهتمام بيها لأكثر من سبب. أهم حاجة إن احنا نلبي احتياجاتنا من المنتجات المحلية. الشيء الأهم واللي فخامة الرئيس شدد عليه وحرص عليه هو توفير فرصة العمل. انت لما بتوطن صناعة وبتعمل مصنع اكتر قطاع بيستحوذ على ايدي عاملة هو قطاع الصناعة، بيستحوذ على ايدي عاملة بتشتغل بشكل مباشر وبتشتغل بشكل غير مباشر. بشكل مباشر من خلال العمالة سواء مهندسين سواء عمالة فنية موجودة جوه المصنع، وفي نفس الوقت بشكل غير مباشر كل المجالات اللي بتخدم على هذا المصنع، عربيات نقل، منافذ توزيع، محلات تجارة. فالتوجه لتوطين الصناعة هدف احنا بنشتغل عليه كحكومة، بشتغل عليه كوزارة. مش قادرة اقول لك انا دولة الرئيس بلا مبالغة لو قلت بشكل اسبوعي بيتابعني في هذا الملف. لو قلت لك بشكل اسبوعي يبقى انا ما اديتوش حقه، لان هو مثلا يبقى قللنا عدد مش اقل من مرتين ثلاثه في الاسبوع. متوقع اصل يا فندم هو بالتاكيد بالتاكيد اي دوله في الدنيا وبالذات دوله فيها ظروفنا وعواملنا اكيد اكيد لازم مش بتولي اهتمام كبير، هي الصناعه بالتاكيد هي القاطره الرئيسيه لاي اقتصاد. بالظبط بالظبط. فده طبيعي. طيب انا قبل ما عايز اتطرق لموضوع تاني، عايز اقفل النقطه بتاعت مواصفات الجوده. لو افترضنا انه يوسف راح جاب منتج ما، عربيات، تريلات، اتوبيسات قبل هذا القرار، بس هي لسه في المينا دي، هيطبق عليها القرار ولا ما يطبقش؟ انت عايز تاخدني لنقطة انا عارفاها. ايوه بص انا عايز اقول لك حاجة، انا في قرار طلعته، انا عارفة انت عايز ايه. أيوه. انا في قرار طلعته في شهر يناير واديت مدى تنفيذه شهر. حلو. ببعض المواصفات مش للعربيات، هي للسيارات وللشركة اللي بتستورد السيارات او الوكيل اللي بيستورد السيارات. حلو. كان من اهمها ان هو لازم يكون عنده عدد مناسب من المراكز المعتمده لصيانه السيارات، ان هو يكون دايما عنده ستوك بقدر معين من قطع الغيار اللازمه لما يتم استيراده من عربيات. هذا القرار وقت ما صدر في وان العربيه تتميز ان هي يكون عندها بحد ادنى 2 ايرباك، وكلها دي عوامل امان. أيوة. للسيارة. أنا القرار ده حضرتك طلعته في يناير وابتدى تنفيذه من فبراير، ولكن حدث أن هناك كانت بعض السيارات التي تم التعاقد عليها وشحنها خلال تنفيذ فترة هذا القرار، وأنا نظرا طبعا لأن أنا حريصة على مصلحة كل الشركات وفي نفس الوقت مصلحة المستهلك المصري
فانا بالاستثناء، مش عايزه اقول بالاستثناء، ولكن ان انا سمحت بالافراج عن هذه العربيات طالما توافر فيها هذه المكونات، حتى لو كانت تم شحنها قبل اصدار القرار. طيب ده شيء عظيم جدا. هرجع على مسألة توطين الصناعة دكتور. طبعا لازم أشكر حضرتك ده أولا، لكن مسألة توطين الصناعة، الاجتماع بتاع امبارح ما بين فخامة الرئيس ورئيس الحكومة وحضراتكم في المجموعة الاقتصادية كان بيتكلم على مستلزمات الإنتاج والمواد الخام. فالناس العادية يعني حتى أصحابي اللي مالهمش في الشغلانة خالص بقوا بيسألوا يعني إيه؟ يعني أنهي إيه هي مستلزمات الإنتاج؟ إيه هي المكونات، آسف، المواد الأولية والخام؟ هل في زي قوائم بتضم هذه المكونات والمواد الخام ولا لا؟ بص انا هقول لحضرتك، احنا كان صدر قرار من معالي محافظ البنك المركزي خلال في نهايه شهر فبراير بان احنا هنشتغل كل العمليات الاستيراديه من خلال الاعتمادات المستنديه. حلو جدا. الاعتمادات المستنديه ده نظام متعارف عليه للاستيراد، ولكن هناك نظام اخر كان معظم أصحاب المصانع بيلجأوا إليه، وهو الافتراض بنظام مستندات التحصيل. يعني مستندات التحصيل إن حضرتك لك علاقة جيدة بالمورد الخارجي، علاقة نتج بقالها أكتر يعني سنوات، وبالتالي بقى بيقدر يفتح لك زي تسهيل أو حد جاري، بترجع يعني أنت تيجي هنا في مصر تطلب المورد بره تقول له انا عايز الخامه دي وهسددها لك على 6 شهور، وبناء عليه بيقدم للبنك اللي بيتعامل معاه هذا المستند، والبنك بيقوم بتوفير الدولار او العمله الاجنبيه المقابله لهذا المستند. فطبعا هذه الطريقه فيها كثير من التاثير على اصحاب المصانع، وفي نفس الوقت التجار اللي هم بيوردوا للمصانع الصغيره والمتوسطه. صدر قرار البنك المركزي كان الغرض منه ان احنا نعمل نوع من الحوكمه على وارداتنا من الخارج. ابتدينا ان احنا نشتغل بهذا النظام، لكن وكان فيه بصراحه تنسيق دايما بيني وبين البنك المركزي في ان انا بدي برضو الاولويه لمستلزمات الانتاج، لان انا حريصه وللخامات، لان انا حريصه على استمرار العمليه الانتاجيه، وخاصه ان احنا كنا داخلين على شهر رمضان حريصين ان ما يحصلش اي نقص في المواد الاساسيه ولا المواد الغذائيه، وتزامنت مع الازمه الروسيه الاوكرانيه. تمام. المهم قعدنا اشتغلنا بهذا، ولكن اللي حصل طبعا بلقائي المستمر برجال الاعمال واتحاد المستثمرين والغرف التجاريه واتحاد الصناعات، لقيت ان في كثير من اصحاب المصانع واصحاب الورش وخاصه المتوسطه وكمان المشروعات الكبيره بيجدوا صعوبه في توفير مستلزماتهم من الخارج بنظام الاعتمادات المستنديه، نتيجة نظام هم أساسا أصحاب مصانع مش معتادين عليه، وفي نفس الوقت هو كان بيتمتع ببعض التيسيرات من خلال الموردين في الخارج. أيوه. بصراحة يعني عملنا أكثر من لقاء، وأنا كنت يعني أنا متواصلة معاهم بشكل يومي، وكنت بأرصد كل التحديات اللي بتقابلهم وكل المشاكل. دولة الرئيس عمل اجتماعات تجاوزت ال 14 اجتماع معاهم في مجلس الوزراء وبحضور الزملاء من البنك المركزي علشان نقدر نصل لطريق او اسلوب بحيث لصيغة جامعة ما نوقفش العملية الانتاجية. امبارح طبعا فخامة الرئيس من خلال المجموعة الاقتصادية بنعرض عليه الموقف، فبصراحة سيادته مهتم جدا العملية الانتاجية لا تتوقف، مهتم جدا ان ما يحصلش اي مشكلة لاي صاحب مصنع صغير او كبير ينتج عنه ان حجم انتاجه يقل. فبصراحة سيادته امبارح وجه بان احنا، هو قال لي ايه الاساس في هذه العملية، قلت له مستلزمات الانتاج والخامات. فسيادته على الفور قال يتم الرجوع للعمل بمستندات التحصيل فيما يخص مستلزمات الانتاج والخامات. وبصراحة هذا القرار اسعد مجتمع الصناعة بشكل عام. طبعا
ده اسعدنا احنا لان احنا فنيا خالص مو مستهلك نهائي. طبعا الحمد لله. هيبقى طبعا. واحنا بنشتغل بقى على من بصراحه من امبارح والنهارده باذن الله ننتهي منها غدا، ان انا كل المستلزمات بالاكواد الجمركيه بحيث يتم ابلاغها للبنك المركزي والبنوك العامله، ويتم برضو ابلاغها لمصلحه الجمارك بحيث ان هم يبقوا عارفين ان كل هذه الاكواد مصرح ليها التعامل بمستندات التحصيل وفقا لما وجه به فخامه الرئيس الفتحي. طب ده حلو جدا. طبعا انا عشان عارف ان حضرتك دايما مشغوله وفي اجتماعات زي يعني ابصار حضرتك لسه قايله لنا الرئيس بيطل 3 مرات في الاسبوع، فانا ما صدقت، فانا هيبقى لسه في عندي شويه اسئله بصراحه. منها على سبيل المثال واحنا بنتكلم على صناعه السيارات الكهربائيه في مصر ومستقبلها، واظن في بعض الناس بقت فاهمه انه القصة مش في صناعة موتور الكهرباء، هي القصة في صناعة البطاريات والخلايا بتاعة العربية، وهو ده الأساس في هذه الصناعة. فمستقبل الصناعة دي رايح لفين في مصر يا فندم؟ دايما بنقعد نسمع أخبار وحاجات وبعد كده نلاقي حالة هدوء نسبي، فالناس بتترقب. لا والله، لا بص هقول لك حاجة، هي مفيش حاجة اسمها هدوء نسبي. هو مش معنى إن أنا مش بتكلم عليا، أنا كشخصي أنا فاهم، أنا أو أي زميل في الوزارة ما طلعتش وصرحت واتكلمت معناها ان في هدوء. أيوة. ولكن تأكد ان هي ممكن تكون فترة عمل، فهو هدوء يسبق المفاجأة، وخاصة ان انا يعني انا هتكلم علي، انا مش هتكلم على حد، بس اللي انا هقوله علي ده فضل من عند ربنا. احنا تتسم بالحكومة، تتسم بالمصداقية. صحيح. بالمصداقية يعني انا بيطلع خبر او بيطلع عنوان لجهد بيتعمل، علشان اطلع اقول لك حصل ايه بالظبط لازم يكون في خطوات ايجابيه. صح. فدي مرحله عمل. يعني انا يعني انا هقول لحضرتك حاجه، بنتكلم على السيارات الكهربائيه. ايوه. تاكد تماما ان احنا ماشيين في خطوات ايجابيه لصناعه السيارات الكهربائيه. تمام. كويس. سواء من خلال وزارة التجارة والصناعة وقطاع الأعمال، من خلال وزارة قطاع الأعمال، من التعاون مع معالي وزير الكهرباء دكتور شاكر. حلو. معانا الفريق كامل، وزير معالي وزير النقل. معانا وزير المالية. وهتقول لي وزير المالية ليه؟ هقول لك وزير المالية ليه، دي صناعة جديدة عايزين نديها محفزات، عايزين نديها تشجيع سواء للصانع او للمستهلك. كويس جدا. يعني انا بكره بكره انا انزل لك العربيه الكهرباء، فلازم سعرها ده يكون مناسب للمواطن اللي انا عايزاه يشتريها. صح. خلاص. في نفس الوقت في رسوم، في رسوم ترخيص، في فاحنا ممكن ندي كثير من المحفزات بحيث ان انا احفز المجتمع والمواطن على اقتناء هذه السياره. طيب انا بحفز الصانع وبحفز المستهلك. وزير الماليه في كل الخطوات. اتفضل. فبحفز الصانع وبحفز المستهلك، بدي محفزات للصانع او المنتج. طبعا. يعني ومحفزات. طبعا. ايضا للمستهلك. افهم من كده ان احنا قريب هنسمع اخبار جيده. انا عارف كان في خبر مهم متعلق بشراكه بتتعمل ما بين الحكومه وما بين احد كبار المستثمرين في هذه الصناعه واللي ليهم خبره كبيره. طبعا. في صناعه السيارات. عشان كده انا قلت ايه، طب بعد الخبر ده هيحصل ايه؟ لا، ما احنا شغالين. ايوه. اما هنوصل انا متاكد ملامح حقيقيه هتلاقيني هنطلع اتكلم، وهتلاقي غيري هيطلع يتكلم، كل ما تقلقش. كون انه تاكد من هذا، تاكد ان احنا ده محور هام، دي صناعه مهمه، العالم كله بيتجه الى تطوير صناعه السيارات بانتاج السياره الكهربائيه. انا هقول لك حاجه، احنا كنا من فتره، من سنه تقريبا او جايز اكتر من سنه على فكره. أيوة. كان فخامه الرئيس وجه ان احنا نحاول التوجه لاستخدام الطاقه النظيفه، ابتدينا فعلا وعملنا برنامج احلال السيارات المتحضنه او الميكروباصات بالعمل بالغاز الطبيعي، وشغاله كويس جدا. صحيح. كان ممكن نفضل ماشيين في البرنامج ده ونسكت، ولكن لقينا توجه العالم ان احنا بنتجه للسيارات الكهربائيه، يعني الغاز طاقه نظيفه، ولكن على الجانب الاخر برضو السيارات الكهربائيه. ابتدينا ان احنا زي ما احنا شغالين كلهم
بيئة توازي، إن إحنا زي ما شغالين هنا نبتدي نشتغل على صناعة السيارات الكهربائية. وعلى فكرة صناعة السيارات الكهربائية مش مجرد إن إحنا بنتكلم في البطارية، ولكن في الصناعات المغذية لصناعة السيارات بشكل عام طبعًا. ودي برضو من الصناعات اللي موجودة عندنا في مصر واللي بنحاول إن إحنا ننميها الفترة القادمة إن شاء الله. والله أنا يمكن علشان كمان لاحظت إنه كان في قبل كده قرار متعلق باستيراد سيارات كهربائية مستعملة، وبعد كده لقيت إن القرار ده اتلغى وإنه لازم يبقى الاستيراد جديد. حسيت إنه ده معناه شكل من أشكال التحفيز على هذه الصناعة في مصر، وكأنه جزء من هذه المحفزات. فتفائلت خير. طب بما إني شخص يعني متفائل الظاهر أكتر مما يجب وحالم حبتين، إحنا عندنا بنعمل وبالفعل خدنا خطوات سريعة جدا وبناءة في مسألة طاقة الهيدروجين الأخضر. هل ده معناه إنه من الوارد بعد بإذن الله سبحانه وتعالى ما نتم أو ممكن يكون بالتوازي في مسألة صناعة سيارات كهربائية أنا يبقى في عندي كمان محركات هيدروجين؟ أنا ده موضوع فني وأنا جايز ما أقدرش إن أنا أجي بدلوي فيه، ولكن اللي أقدر أقوله لك إن هناك كثير من الشراكات لمشروعات الهيدروجين الأخضر بصراحة، وإنجازات قام بيها الصندوق السيادي برئاسة معالي وزيرة التخطيط دكتورة هالة السعيد، وخاصة في المنطقة الاقتصادية في قناة السويس. أيوة. فبرضو ده من المحاور الجديدة اللي احنا كدولة بنتجه ليها. هقول لك حاجة كمان، لاحظ ان احنا ان شاء الله بإذن الله في شهر 10 احنا مستضيفين كابتن 7. فاحنا كلنا بنشتغل في قطاعاتنا وفي ملفاتنا بحيث ان احنا فعلا نقدر نقدم من خلال هذا المؤتمر كل المشروعات اللي بتتجه الى اللي هو الاقتصاد الاخضر. وطبعا كل المجالات اللي احنا بنتكلم فيها دي، طاقه نظيفه، غاز، كهرباء، هيدروجين، كل دي حضرتك تترجم في مشروعات ان شاء الله باذن الله ربنا يوفقنا يا رب، وان هي تظهر بالمظهر اللائق بمصر وبامكانيات مصر وبقياده مصر. هيحصل باذن الله. معالي الوزيره انا طولت على حضرتك، بس انا اتمنى بتفاؤلي الدائم ان احنا نلتقي قريبا بقى في حوار تلفزيوني مش هاتفي. انا ما عنديش مانع والله، انا عارف ان وقت حضرتك مشغول والله. والله والله العظيم ما عندي مانع. لا يا فندم انا عارف، عارف يا فندم، وانا نفسي ان انتوا تكونوا مقد يعني انا هقول لك حاجه مقدر. انا يعني ببقى كعيدة ان انا موجودة معاك. والله انا ببقى اسعد صدقيني يا فندم. هقول لك ليه، لان انا سعيدة جدا ان انا نوصل اللي احنا بنعمله للمواطن اللي قاعد فاتح تلفزيونه بيتفرج. لازم يبقى عارف الدولة بيحصل فيها ايه، لازم يبقى عارف الحكومة ووزرائها بيشتغلوا ازاي، رئيس الحكومة نفسه، وطبعا احنا عندنا يعني فخامه الرئيس هم عارفين احنا من غير ما نقول، ولكن احب دايما اركز على جزئيه هامه جدا ودي انا قلتها لك والله وبلا يعني بلا مجامله. احنا يعني متابعه بشكل مستمر لكل الملفات وخاصه اي ملف يخص المواطن المصري، سواء من خلال عمله، توفير فرصه عمل، توفير احتياجاته، توفير مستلزماته الغذائية، مستلزماتهم الإنتاجية. حريصين تمام الحرص إن إحنا ما يكونش يعني في حاجة ناقصة، والحمد لله أظن خلال شهر رمضان الدنيا ظهرت. صحيح. في الأزمة الروسية الأوكرانية على مستوى العالم كله، ولكن الحمد لله إحنا بنتمتع باستقرار، استقرار اقتصادي واستقرار اجتماعي. الحمد لله، الحمد لله. انا بشكرك جدا يا معالي الوزيره، طولت على حضرتك، ويا رب يا رب نعرف نلاقي وقت ونتشرف باجراء الحوار التلفزيوني. كل الشكر.